حياكم الله جميعا في دورة تعرف على الأصول الثابتة، واللي راح نتعرف من خلالها على طريقة إضافة الأصول الثابتة وكيفية إضافة كمية من الأصول الثابتة، إما عن طريق فاتورة مشتريات أو عن طريق الأرصدة الافتتاحية في قسم المحاسبة. راح نتعرف على طريقة إهلاك الأصول ونقل الأصول من مشروع إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أو من موقع إلى آخر. بداية، الأصول الثابتة هي كل أصل تم اقتناؤه لأكثر من فترة مالية واحدة، بحيث يكون قادر على تزويد المنشأة بمنافع اقتصادية ومالية في المستقبل، مثل أجهزة الحاسب الآلي، الطابعات، السيارات والأراضي وغيرها من الأصول. وطبعا هي غير قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة، مثل الحسابات البنكية والذمم المدينة اللي يتم تحويلها إلى نقد بكل سهولة. بداية، لإضافة الأصول الثابتة لابد من إضافة تصنيفات للأصول، بحيث أنه كل تصنيف راح يكون مختلف على حسب العمر الإنتاجي ومعدل الإهلاك. وعندنا الأصول تنقسم إلى قسمين، اللي هي الأصول القابلة للإهلاك مثل المباني والآلات والسيارات، والأصول الغير قابلة للإهلاك مثل الأراضي. وطبعا فكرة الإهلاك هو تناقص في قيمة الأصل بسبب الاستخدام. لإضافة تصنيف الأصول، لو كنا في مرحلة إضافة يعني مشروع جديد أو منشأتنا جديدة، فأول ما نفتح على صفحة تصنيف الأصول راح تظهر لنا الصفحة هذه، بحيث إنه يوضح لنا إنه ليس لديك أي أصول ثابتة، فراح نضغط على إضافة تصنيف أصل من خلال الضغط على الأيقونة اللي راح تكون موجودة هنا، أو راح نضغط على إضافة أصل اللي موجود في الأعلى مثل ما راح نضيفه الآن من خلال أعلى الصفحة. راح نقوم بإضافة تصنيف للأصل عفوا قبل الأصول الثابتة، فراح نضغط على تصنيفات الأصول ومن ثم إضافة تصنيف للأصل. راح يجينا الرقم المرجعي لتصنيف الأصل بشكل تلقائي، احنا ممكن نغيره لو كان عندنا رقم مرجعي سابق وحابين نكمل عليه. اسم تصنيف الأصل بالعربي وبالإنجليزي. راح نبدأ مع الأصول الأراضي، فراح نصنف على حسب الأراضي. هل الأراضي قابلة للإهلاك؟ إحنا قلنا من الأمثلة اللي ذكرناها للأصول الغير قابلة للإهلاك هي الأراضي، بحيث إنه الأرض ليس لها عمر إنتاجي ولا لها قيمة إنها تنقص مع مرور الوقت. فقط راح نربط حساب الأراضي على حساب شجرة الحسابات اللي موجود ويخص الأراضي. فنشوف عندنا في شجرة الحسابات هناك حساب باسم الأراضي، راح نربطه مع الأصل الثابت. ممكن نسوي حفظ أو حفظ وإنشاء جديد، بحيث يفتح لنا صفحة جديدة عشان نضيف أصل أو تصنيف آخر. عندنا السيارات مثلا تعتبر أصول أيضا ثابتة، أنا ممكن أضيف تصنيف السيارات. هل هي قابلة للإهلاك؟ نعم، فلو نلاحظ بمجرد ما نحط إنها قابلة للإهلاك تجينا تفاصيل إضافية أخرى نكمل عليها. طريقة الإهلاك راح نختار طريقة القسط الثابت، وهي الطريقة الوحيدة اللي موجودة حاليا في برنامج قيود، بحيث يقسم لي قيمة الأصل على العمر الإنتاجي بالتساوي. العمر الإنتاجي راح نختار العمر إما بالسنوات أو بالنسبة المئوية، وكلها نفس الآلية. مثلا لو كان عندي سنوات 5 سنوات فراح تكون النسبة المئوية 20%، لو كان عندي 4 سنوات راح تكون النسبة 25%، وهكذا. فإحنا نختار على حسب سياستنا في الشركة واختيارنا ورغبتنا الخاصة. أنا راح أحط السنوات، والسيارات أنا ممكن أحط لها عمر إنتاجي 10 سنوات. حساب الأصل اللي راح يربط في شجرة الحسابات أنا ممكن أخليه تحت حساب المعدات،
فمصروف الإهلاك راح يكون على مصروف إهلاك المعدات، ومجمع الاستهلاك بيكون على مجمع استهلاك المعدات. طبعا نوع الإهلاك عندنا هنا إهلاك مسجل. راح نسوي حفظ وراح يودينا إلى صفحة تصنيفات الأصول، ولو نلاحظ عندنا هنا عدة تصنيفات للأصول موجودة مسبقا، مثل التمديدات الكهربائية، أجهزة الحاسب الآلي، الطابعات والكاميرات والأراضي والسيارات. طبعا عندنا إمكانية لحذف التصنيف إذا كان لسه جديد وما في أي أصل مندرج تحته، مثل ما هو موجود لهذول الأصناف اللي تم إضافتهم الآن. عندنا إمكانية للبحث على تصنيف الأصل، أما من خلال المرجع أو من خلال الاسم، اسم التصنيف، أو إذا كان هذا التصنيف قابل للإهلاك أو غير قابل للإهلاك. لو حطينا قابل للإهلاك وبحث راح يظهر لنا فقط التصنيفات القابلة للإهلاك. طيب بعد ما ننتهي من إضافة تصنيف الأصول راح تختفي من عندنا الأيقونة هذه، وراح يكون عندنا فقط إضافة الأصول. فأيضا عندنا خيارين، إما إضافة الأصل من هنا أو إضافة الأصول من أعلى الصفحة. راح ننتقل لصفحة الأصول الثابتة وراح نقوم بإضافة أصل. راح نبدأ مع الأراضي، وراح نحط اللي هو أرض حي النخيل 800 متر مربع. ممكن نولد رقم مرجعي للأرض ونصنف الأصل على الأراضي. طبعا الأراضي غير قابلة للإهلاك، عندنا وحدة القياس راح تكون وحدة واحدة، والضريبة يكون بناء على الضريبة اللي خاضعة لها الأراضي، فراح أحط ضريبة 15%. عندنا هنا حساب الأصل مرتبط بشكل تلقائي على الأراضي، أنا ممكن بس أحط قيمة الأصل، ولنفترض إنه 950 ألف. هل هو قابل للإهلاك؟ طبعا لا، فراح نسوي حفظ أو حفظ وإنشاء جديد بحيث يفتح لي صفحة ثانية لإنشاء أصل آخر. طيب أنا برضو ممكن أحط توليد للرقم المرجعي، أو ممكن أحط رقم مرجعي على حسب السيارة اللي أنا راح أخذها، فممكن لها رقم مرجعي خاص، فأنا ممكن أرجع وأسجل نفس الرقم اللي موجود معي للسيارة. طبعا لو نلاحظ عندنا هنا لما نختار تصنيف الأصل ويكون للسيارات اللي هي قابلة للإهلاك، ظهرت عندنا تفاصيل إضافية أخرى. نجي نشوف وحدة القياس، أيضا السيارات تأخذها كوحدة، الضريبة خاضعة لضريبة القيمة المضافة اللي هي 15%. لو كان في باركود للسيارة أنا ممكن أضيفه، لو كان عندي أيضا صورة للأصل أنا أيضا ممكن أضيفه. حساب الأصل على حساب المعدات وهو قابل للإهلاك، مصروف الإهلاك راح يكون على إهلاك المعدات، ومجمع الاستهلاك بيكون على مجمع استهلاك المعدات. فقط راح نحط قيمة الأصل، وقيمة الأصل مثلا 145 ألف. قيمة الخردة بعد 10 سنوات ممكن يبلغ قيمة السيارة 20 ألف كخردة. بعد كذا راح نسوي حفظ، وراح نشوف عندنا هنا ظهرت الأراضي والسيارات كتصنيفات إضافية جديدة. تحت الأراضي عندنا أرض النخيل، وتحت السيارات عندنا السيارة كامري 2020. طبعا ما في كمية، احنا هنا الآن فقط عرفنا البرنامج على الأصول الثابتة اللي موجودة عندنا. لو أستعرض هذا الأصل راح يفتح لي على المعلومات الأساسية اللي سجلناها، كسعر الشراء، قيمة الخردة، وحساب الأصل.
الضريبة اللي خضعت لها الأصل والكمية للأصل، طبعا لحد الآن ما في أي كمية، وأيضا المعاملات الأخيرة اللي مرتبطة بهذا الأصل. راح ننتقل الآن لإضافة كمية من الأصول الثابتة، أو قبل أن ننتقل لإضافة الأصول الثابتة، أنا راح أسوي استيراد للأصول الثابتة. راح نجي لصفحة الأصول الثابتة ومن ثم نعمل استيراد. راح نحمل بصيغة إكسل، وراح نختار عدد الأصول اللي ممكن أضيفها أو بعدد إضافي. راح نعبي البيانات اللي هي الخطوة الثانية، وأخيراً راح نرفع الملف في النظام. طيب لو نلاحظ عندنا هناك العديد من التصنيفات اللي موجودة، تمديدات كهرباء، أجهزة حاسب، الطابعات والكاميرات والأراضي والسيارات. عندنا إمكانية لإضافة أي من الأصول تحت أي من التصنيفات هذه. ممكن أنا أضيف تحت تصنيف الطابعات، عندنا راح نحط HB001. تصنيف الأصل راح نختار واحد من الأصناف اللي موجودة عندنا، فإحنا قلنا راح نحط تحت الطابعات تصنيف الطابعات. راح نسجل الاسم، طيب في خانة الوصف أنا ممكن أضيف مثلا لون الأصل، مثلا لون أسود، عندنا هنا لون أبيض. وحدة القياس راح تكون كوحدة واحدة. الضريبة راح نختارها اللي هي 15%. بعد كذا عندنا الباركود، لو كان عندنا باركود ملصق في الطابعة اللي أنا أخذتها ممكن أحط نفس رقم الباركود اللي موجود عندنا. وأخيرا عندنا سعر الشراء. وقيمة الخردة، لو كان عندنا في قيمة للخردة أنا ممكن أحط لطابعة الليزر قيمة الخردة 100 ريال، أما الطابعة هذه فما في لها قيمة خردة إذا تكون في نهاية ال5 سنين اللي إحنا محددينها لتصنيف الطابعات، راح يكون قيمتها الدفترية 0. راح نسوي حفظ، نرجع لصفحة استيراد الأصل الثابت. راح نختار الملف، نسوي استيراد. تم استيراد الأصول الثابتة. لو نلاحظ بمجرد ما حدثنا صار عندنا تحت الطابعات موجودة عندنا طابعة HB وطابعة ليزر HB. الحين صار الوقت أننا نضيف الكمية. راح ننتقل لقسم المحاسبة، قيود محاسبية يدوية، ومن ثم أرصدة افتتاحية، الأصول الثابتة. عندنا طريقتين لإضافة الأصول الثابتة، أما أننا نضيفها بشكل يدوي نفس كذا، أو نسوي استيراد للأرصدة الافتتاحية للأصول، وراح نتطرق للاثنين. راح نحط هنا تاريخ الأرصدة الافتتاحية، وغالبا أفضل أنه يكون في نهاية السنة حتى يظهر معي في بداية السنة كرصيد افتتاحي.
راح يكون على حساب الأرصدة. الافتتاحية تاريخ آخر إهلاك راح يكون بنفس تاريخ اللي هو توريد أو استيراد الأصل، اللي هو التاريخ اللي موجود عندنا هنا. واحد وثلاثين، 12، 20، 21. راح نختار الأصول اللي راح نضيفها، فإحنا ممكن نضيف الطابعات اللي أضفناها مع بعض. فعندنا طابعة ليزر اتش بي، راح نحط إضافة المزيد، وراح نحط طابعة اتش بي الأخرى. ممكن نضيف كمية، فأنا عندي طابعة الليزر اتش بي عندي اثنين منها، واحدة عندي من أول اشتريناها، وواحدة يعني لاحقا. فأنا راح أجي أضغط على علامة الزائد، ولو لاحظ صار عندنا كميتين وأخذ رقم مرجعي مختلف. فهنا عندنا اتش بي 001 رقم واحد، وهنا اتش بي 001 أيضا ولكن برقم اثنين. راح نشوف هنا ونحدد تاريخ الشراء. مثلا 1/1/2021، طابعة الليزر الأخرى مثلا في 2019 في 4/2، وطابعة اتش بي عندنا في 30/5/2020. طيب راح نسجل تكلفة الأصل، قلنا عندنا هنا اللي هو 1199. طيب عندنا بالنسبة للطابعة الأخرى ب 2500، مثلا وقتها كانت جديدة وتوها نازلة، فكان في ارتفاع بالأسعار، والآن قل سعرها بما أنه تعددت المنتجات. عندنا الطابعة العادية ب 225. راح نحدد الخردة لكل واحدة. عندنا الخردة هنا 100 ريال، عندنا هنا 150 ريال. خلينا نقول إنه هذه ما في لها خردة. مجمع الاستهلاك راح يكون بناء على حسبة دقيقة يتم حسابها، وما راح يكون عبارة عن ما راح يكون أكثر من تكلفة الأصل ناقص الخردة. فلو أنا أحطه بنفس قيمة الأصل، راح يظهر لي غلط، لأنه لازم يكون أقل من تكلفة الأصل ناقص الخردة. وطبعا بعد حسابات دقيقة أنا عملتها راح تكون 439.6. عندنا بالنسبة للطابعة الثانية راح تكون قيمتها 1880. طبعا راح يختلف كل مجمع استهلاك بناء على السنين واللي تم شرائها واقتنائها. عندنا آخر شيء هنا ب 135 ريال. ولو نلاحظ القيمة الدفترية راح تنأخذ بشكل تلقائي، بحيث إنه راح يحسب لي إياها بشكل تلقائي. راح نسوي متابعة، ونلاحظ عندنا هنا في تفاصيل القيد اليدوي عبارة عن أرصدة افتتاحية، وضح لي طابعة الليزر قيمتها 1190، مجمع الاستهلاك منها 439.60 هللة، والباقي عبارة عن أرصدة افتتاحية، وهكذا بالنسبة لباقي الطابعات. راح نرجع مرة ثانية للأرصدة الافتتاحية. راح نسوي استيراد للأرصدة الافتتاحية للأصول. راح نحملها بصيغة إكسل. أول شيء راح نسجل التاريخ، وبرضه راح يكون في آخر السنة. راح يكون أرصدة افتتاحية للأصول، وممكن أحدد إيش هي الأصول الثابتة. عندنا هنا أرصدة افتتاحية، وتاريخ آخر إهلاك راح يكون في 31/12/2021. بعد كذا نحمل بصيغة إكسل.
راح نحط عندنا اسم الأصل، وعندنا مثلا الأرض، لازم نختار الأصل باختيار، فعندنا احنا هنا أرض حي النخيل، وأيضا راح نضيف السيارة. تاريخ شراء الأرض كان في 27/4، أما بالنسبة للسيارة كان في 3/1/2020. أنا ممكن هنا أخليها في 21. تكلفة الأصل زي ما قلنا كانت 950,000، السيارة كانت 145,000، قيمة الخردة، طبعا الأرض غير قابلة للإهلاك فما لها خردة، السيارة إحنا قلنا راح تكون خردتها 20,000. عندنا أيضا ما راح يكون هنا للأرض أي مبلغ لأنه غير قابل للإهلاك، مجمع الإهلاك للسيارة راح يكون 37,500. راح نسوي حفظ ونرجع عندنا لصفحة استيراد الأرصدة الافتتاحية. طبعا لازم نعبي البيانات بعد ما نرفع الملف، آخر شيء راح نسوي رفع ملف جديد، وبكذا تم رفع الملف الجديد. راح نروح للأصول الثابتة وراح نحدث ونشوف عندنا الكميات، صار عندنا أرض موجودة، السيارات عندنا سيارة موجودة، والطابعات صارت موجودة كاملة بنفس الكميات اللي تم إضافتها. لو نضغط على الطابعة الليزر ونلاحظ عندنا هنا ظهر جميع الأصول أو الكميات اللي أضفناها بجميع تفاصيلها. أنا ممكن أدخل على واحد من هذه الأصناف وألاحظ عندنا صار في معلومات أساسية مع المعاملات الأخيرة، اللي هو عبارة عن قيد محاسبي، الأرصدة الافتتاحية، معلومات إضافية، كانت العهدة على أي موظف، والمشروع والموقع، تاريخ النقل الأصل، ضبط القيمة، وراح يوضح لي تفاصيل إضافة الأصل. فزي ما نلاحظ عندنا هنا كان إضافة الأصل عبارة عن قيود محاسبية كرصيد افتتاحي. طيب أنا ممكن أعدل على أي من الأصول اللي موجودة عندنا، أما إني أضغط على التعديل اللي موجودة هنا أو إني أستعرض الأصل ومن ثم أضغط على تعديل. راح نروح للمعلومات الإضافية، ولو نلاحظ عندنا هنا نختار ممكن الرقم التسلسلي أو رقم الموديل أو آخر، فمثلا أنا عندي سيارة ممكن أضيف لها لوحة السيارة. مثلا أضيف حاء هاء ميم 4/3/2/5، فتم إضافة هذه المعلومات. ممكن أختار لها أنها تكون مركز تجربة على مشروع معين، فممكن أنا أخليه تابع لمشروع الكافي بحيث أنه يتم التوصيل من خلال هذه السيارة، والعهدة ممكن تكون على أحد الموظفين اللي موجودين عندنا، ممكن نضيفه على عهدة مازن عماد. ونسوي حفظ فنرجع للأصول الثابتة عندنا ونضيف بعض البيانات للطابعات اللي موجودة.
مثلا أنا عندي رقم تسلسلي، فأنا راح أحط الرقم التسلسلي لهذا المنتج، عفوا الأصل. ممكن أربطه على مشروع بناء حضانة الأطفال، وراح تكون العهدة على عهدة مشاعل محمد، وراح نسوي حفل. طيب بكذا تم إضافة الأصول الثابتة وإضافة كمية للأصول الثابتة. عندنا إمكانية للبحث عن الأصول الثابتة بالرقم المرجعي أو اسم الأصل أو بالباركود أو الفترة الزمنية، أو إني أختار الموقع اللي موجود فيه الأصل أو المشروع اللي مرتبط فيه الأصل. مثلا عندنا لو نشوف مشروع الكافيه ونسوي بحث، راح تظهر لنا السيارة اللي مرتبطة فيها أو ربطناها فيها. ونفس الشيء بالنسبة للموظف، أنا ممكن أختار الموظف وراح تظهر لي الأصول اللي مرتبطة بالموظف. راح نقوم بإضافة أصل ثابت من خلال شراء فاتورة مشتريات، وراح يكون بنفس فكرة شراء منتج. فعندنا هنا فواتير المشتريات، راح أقوم بإضافة فاتورة مشتريات جديدة، راح نختار المورد مكتب الجرير، تاريخ الإصدار راح يكون بتاريخ اليوم، شروط الدفع بعد 14 يوم يعني بعد أسبوعين، تاريخ الاستحقاق في 4/8 بناء على شروط الدفع، تاريخ التوريد أنا ممكن أخليه بنفس تاريخ الاستحقاق اللي هو 4/8 بعد أسبوعين. راح نحدد المركز أو الموقع اللي راح نخلي فيه الأصول، أنا ممكن أخليه على المركز الرئيسي. طبعا لو ننزل لآخر شيء راح يوضح زي ما هو واضح عندي هنا الأصول الثابتة، فعندنا ممكن نضيف أي من الأصول الثابتة اللي حابين نضيفها. عندنا هنا ممكن نضيف كاميرا مراقبة أو لابتوب اتش بي، ممكن أنا أضيف لابتوب اتش بي، أيضا ممكن أبحث على طول بالاسم فنحط لابتوب ديل، ونحط الكميات بحيث إنه يكون مثلا عندي هنا حبتين من اللابتوب اتش بي. لو كان السعر هذا شامل للضريبة راح نضغط على شامل الضريبة، خلينا نقول إنه السعر هذا شامل الضريبة، فبمجرد ما أضغط عليه لو نلاحظ عندنا المبلغ هذا اللي هو 4346.96 هللة هو اللي يعتبر القيمة الحقيقية للأصل. إذا قيمة الأصل راح يكون من غير يعني من غير قيمة الضريبة. راح نسوي حفظ وموافقة. نرجع للأصول الثابتة ونشوف عندنا كمية أجهزة الحاسب الآلي، زادت عندنا اللابتوب ديل بزاد واحد. لو نلاحظ عندنا هنا في علامة إكمال بحيث إنه في بعض البيانات ناقصة، منها اللي هو قيمة الخردة أو تاريخ بداية الإهلاك. طبعا تاريخ بداية الإهلاك يكون بتاريخ استلام هذا الأصل، متى ما أنا أستلم الأصل راح أحط التاريخ بحيث إنه يبدأ الإهلاك باستلام الأصل، يعني ما ينفع إنه يكون تاريخ بداية الإهلاك قبل ما أستلم الأصل. فأنا ممكن أكون مستلمة اللي هو اللابتوب الـ HP، فأحط مثلا أنا استلمته اليوم، مثلا وصلوا لي واحد من اللابتوبات. راحت من عندنا هنا علامة الإكمال. عندنا هنا بالنسبة للابتوب ديل هو اللي أضفناه، عندنا هنا اللابتوب اتش بي لسه باقي عندنا الإكمال. خليني أقول قبل لا أستلم البضاعة أنا ممكن أرجع وأسترجع
أحد اللابتوبات اللي موجودة عندنا. راح نروح لإشعارات مدينة، إنشاء إشعار مدين. طبعا المورد راح يكون مكتبة جرير، طبعا جايين هنا لأنه آخر شيء أضفته فهو مكتبة جرير. راح نختار الفاتورة الأصلية اللي هي 62. التاريخ راح يكون بتاريخ اليوم، وتاريخ الاستحقاق اليوم راح يكون لإشعار المدين بتاريخ اليوم. لو نلاحظ مجرد ما فتحنا على الفاتورة الأصلية ظهرت لنا الفاتورة اللي اشترينا فيها. راح نحذف الأشياء اللي راح اللي نبغاها واللي ما نبغاها أو بنسترجعها راح نتركها. لابتوب ديل إحنا استلمناه ونبغاه، اللابتوب اتش بي أنا راح أحذف واحد منهم، فنجي هنا ولو يوضح لي هنا لابتوب رقم 6 واتش بي لابتوب رقم 7 أنا راح أحذف واحد منهم بحيث يبقى عندي واحد الثاني. طيب إذا أنا راح أرجع لابتوب اتش بي رقم 6. لو ضغطت على هذا أنا كذا راح أرجع لابتوب اتش بي رقم 7، فأنا راح أرجع هذا المنتج. راح أسوي حفظ وموافقة ونرجع طبعا نخصص الإشعار المدين على الفاتورة. راح نرجع للأصول الثابتة، نحدث عندنا صفحة الأصول الثابتة. لو نلاحظ في أجهزة اللابتوب اتش بي صار عندنا 6 أجهزة، باقي جهاز لو نروح للأصول المؤرشفة راح نلاحظ إنه عندنا هنا لابتوب اتش بي رقم 7 تم أرشفته بتاريخ اليوم 21/7. طيب بكذا نكون تعرفنا على كيفية إضافة تصنيفات الأصول، وكيفية إضافة الأصول واستيراد الأصول، كيفية إضافة كمية الأصول عن طريق الأرصدة الافتتاحية واستيراد الأرصدة الافتتاحية، كيف نضيف كمية عن طريق فاتورة مشتريات، واسترجاع أصل عن طريق عمل إشعار مدين. راح ننتقل الآن إلى إهلاك الأصول ومن ثم نقل الأصول. راح نروح لإهلاك الأصول. لو نلاحظ عندنا عدة أصول تم إهلاكها مسبقاً، راح نضيف إضافة إهلاك جديد. راح نختار إهلاك مسجل وراح يجينا هنا الرقم المرجعي. راح نختار تصنيف الأصل، ممكن أختار تصنيف واحد مثلاً فقط أجهزة الحاسب أو أجهزة الحاسب والكاميرات، أو أختار جميع التصنيفات. اسم الأصل راح نختار جميع الأصول أو ممكن نختار بعض الأصول. نوع الفترة ممكن يكون يومي، فأنا أحدد الفترة كيوم من متى إلى متى، ممكن أحددها من 1/1 إلى 31/3 وبكذا صار عندي الإهلاك ربع سنوي. ممكن أحط شهري أو أسبوعي أو سنوي. طبعا أنا عندي الإهلاكات السابقة كانت بشكل شهري، راح نحط شهري وراح نرجع لآخر شهر تم إهلاك فيه الأصول اللي هو شهر 4. لو نلاحظ عندنا الأصول تم إهلاكها مسبقا، جميع الأصول تم إهلاكها مسبقا. عندنا هنا علامة حمراء يوضح لي إنه في بعض الأصول ما تم استلامها أو ما تم تحديد تاريخ الإهلاك لحد الآن. وطبعا عندنا هذه الأشياء اللي أضفناها اليوم ما تم استهلاكها حتى الآن، بحيث إنها هي لسه تم إضافتها بشهر 7. راح نكمل البيانات عندنا هنا، فاللابتوب اتش بي تاريخ الاستلام مثلا راح أحطه بتاريخ اليوم بعد، بحيث إنه يتم لو نلاحظ عندنا اللابتوب اتش بي رقم 6 راح من عندنا وصار موجود فقط في شهر 7. نشوف عندنا في شهر 5 راح يكون الإهلاكات بناء على 31 يوم، في شهر 6 راح تكون بناء على 30 يوم، أما في شهر 2 راح يكون بناء على 28 يوم. أنا ممكن أجي وأسوي إهلاك لجميع الأصول. راح نسوي حفظ.
راح نحدد شهري ونخلص على جميع الأشهر اللي موجودة عندنا. عندنا آخر شيء إهلاكات شهر 7، لو نلاحظ عندنا هنا لاب اتش بي ظهر عندنا رقم 6، راح نسوي حفظ وكذا تم إهلاك جميع الأصول حتى شهر 7. ممكن نستعرض بعد بعض من الإهلاكات، فنلاحظ عندنا هنا من 1/7 إلى 31/7 عندنا لابتوب اتش بي، الإهلاكات المسجلة لابتوب ديل، وجميع الإهلاكات تم تسجيلها. نستعرض مع بعض اللابتوب اتش 1 في المعاملات الأخيرة، ظهر لي جميع المعاملات من إهلاك في شهر 2 و4 و5 و6 و7، وطبعا 1 و2 وجميع الأشهر. عندنا هنا بالنسبة للمعلومات الإضافية مرتبط على أي عهدة أي موظف وعلى أي مشروع وموقع هذا الأصل. وأخيرا في ضبط القيمة، وضح لنا هنا القيود المحاسبية اللي هي 4780 القيمة الدفترية، وبعد الإهلاكات المسجلة والقيمة الدفترية حتى تاريخ اليوم. فلو نلاحظ القيمة الدفترية قاعدة تقل حتى تاريخ اليوم اللي هو بعد تاريخ آخر إهلاك اللي هو 4313. طيب بكذا نكون انتهينا من الإهلاك، وطبعا عندنا إمكانية للبحث عن أي إهلاك إما عن طريق الرقم المرجعي أو نوع الإهلاك، وطبعا حاليا عندنا فقط إهلاك مسجل، تاريخ بداية الإهلاك ونهاية الإهلاك، وبعد كذا راح نسوي بحث وراح يظهر لنا الإهلاك. راح نرجع للأصول الثابتة ونشوف فكرة نقل الأصول. راح نعمل نقل أصل جديد ونحط تاريخ اليوم، راح نختار تصنيف الأصل، أنا ممكن أحط أجهزة الحاسب الآلي وأصنف أو أختار الأصول لابتوب اتش بي ولابتوب ديل، مصدر أو نحط جميع الأصول، مصدر النقل أنا راح أنقل حسب الموقع أو المشروع أو الموظف، أنا ممكن أنقلها كموقع. عندنا نوعين من النقل، نقل مجموعة لجميع الأصول أو نقل مفرد لكل الأصول. الفرق بينهم إني إذا حطيت نقل مجموعة لجميع الأصول، إذا جميع الأصول اللي موجودة عندي في الموقع الحالي راح تنتقل إلى الموقع الجديد، أو من جميع الأصول اللي موجودة في المشروع الحالي راح تنتقل إلى مشروع جديد. كذلك بالنسبة للموظف، لو كان عندي موظف راح يستقيل، فأنا راح أنقل جميع الأصول اللي موجودة للموظف هذا إلى الموظف الآخر. أما النوع النقل المفرد لكل أصل، راح أختار الأصول اللي أنا أبغى أنقلها، مثلاً أنقل موقعها بما أني مختار الموقع الآن، فراح يوضح لي كل أصل من هذه الأصول موجود في أي موقع، وأنا راح أختار الموقع الجديد. راح نشوف عندنا هنا نقل مجموعة لجميع الأصول، راح يقول لي اختار الموقع الحالي، أنا لو اختار الدمام نيجي هنا لإضافة المزيد، راح تظهر لي اللابتوبات اللي موجودة في الدمام اللي هي عبارة عن لابتوب اتش بي رقم 1 واللابتوب هذا و اتش بي رقم 5. لو نختار موقع آخر مثلا نختار الخبر، نشوف عندنا هنا لابتوب 1 ولابتوب 3 ولابتوب 4. برضو بالنسبة للمركز الرئيسي لو حددناه راح يظهر لنا اللي نوفو 1 و2 و3. طيب أنا ممكن أنقل اللي موجود في المركز الرئيسي إلى الدمام، أو اللي موجودة في الدمام إلى الخبر، فراح أحط جميع الأصول اللي موجودة في الدمام، أو إني أختار بعض من الأصول، يعني مثلا أختار اللابتوب اتش بي واللابتوب هذا، وراح نحط حفظ. وبكذا تم نقل مجموعة إلى لجميع الأصول إلى موقع آخر.
تم الاستلام وضح لي إياها، راح نحط نقل أصل جديد، وراح نحط تاريخ النقل، ممكن نختار الطابعات، راح نختار بناء على المشروع، راح نحط نقل فرد لكل أصل. عندنا هنا فقط HB002 مرتبط بمشروع اللي هو مشروع بناء حضانة الأطفال، أنا ممكن أنقله إلى مشروع آخر اللي هو مشروع الكافيه. لو كان عندنا تصنيف آخر خلينا نحط راح نجي نسوي تحديث للصفحة، راح نختار من جديد تاريخ اليوم، طبعا عندنا إمكانية لاختيار جميع التصنيفات وجميع الأصول، مصدر النقل على حسب المشروع، وراح نقول مفرد لكل أصل. إضافة المزيد لو نلاحظ ظهر عندي أكثر من طابعة على المشروع، فأنا ممكن أحط فلو نلاحظ عندنا هنا المشروع الحالي هذا ما هو تابع لأي مشروع، أنا ممكن أختار المشروع اللي الآن راح أربطه فيه، فمثلا أنا راح أخليه على مشروع بناء حضانة الأطفال، أنا راح أحذف هذا الطابعة، عندنا هنا الـ HP رقم 1 راح أنقله إلى بناء مشروع الكافيه أو مشروع بناء حضانة الأطفال، وهنا راح أخليه على الـ ABC Project. راح نسوي حفظ، وبكذا تم النقل. أنا ممكن أسوي أيضاً نقل بالنسبة للموظف، ممكن أحط جميع التصنيفات وأحط جميع الأصول، مصدر النقل موظف، وراح أختار نقل مجموعة بحيث إني أنقل جميع الأشياء اللي موجودة تحت عهدة مثلاً مشاعل محمد إلى الموظفة هدى محمد. راح نشوف عندنا هنا موجود عندي أصلين من الأصول اللي موجودة، راح أنقلهم على الموظف الجديد وراح نسوي حفظ. وبكذا تم عمل نقل لكل من موقع ومشروع وموظف، نقل مجموعة أو نقل مفرد، وتم التوضيح بينهم. لما نرجع لأحد الأصول ونلاحظ عندنا هنا مثلا الأصول اللي موجودة عندنا ونستعرض، بالنسبة لي عندنا في المعلومات الإضافية راح نشوف إذا كان في نقل لهذا الأصل، لو نشوف عندنا هنا في الموقع كان عندنا من تاريخ 1/1 إلى 10/3 كان في الخبر، وبعدين من 11/3 إلى 20/7 في الدمام، ومن 21/7 اللي هو اليوم حتى الآن في رجعنا مرة ثانية للخبر. لو كان مرتبط أيضا بمشروع آخر مثل ما هو موجود هنا، كان مرتبط من 1/1 إلى 10/3 على الـ ABC Project، ومن 11/3 إلى الآن على مشروع بناء حضانة الأطفال، وهكذا بالنسبة لباقي الأصول ونقل الأصول. كذا نكون انتهينا من الأصول الثابتة، راح نروح للتقارير اللي ممكن تتأثر بالأصول الثابتة. عندنا هنا قائمة الدخل، الميزانية العمومية، ميزان المراجعة، وأخيرا دفتر القيود.
عندنا في قائمة الدخل لو نلاحظ المصروف الإهلاك، عندنا مصروف إهلاك المعدات، مصروف إهلاك أجهزة مكتبية وطابعات، وموضح لي المبلغ الإجمالي. أنا لو أسوي فحص وأجي عند إهلاك المعدات راح يوضح لي تحت الأصول الثابتة إيش هي المبالغ أو الأصول اللي تأثرت معي. عندنا لابتوب اتش بي بقيمة 1414، لابتوب ديل ب 1200، اللابتوب لينوفو ب 1149، والسيارة الكامري بقيمة 3150 كمصروف إهلاك. ممكن نروح للتحليل المتقدم ونسوي مقارنة بين الأصول الثابتة، فأختار عندي الأصول الثابتة وأسوي بحث. فلو نلاحظ عندنا هنا لابتوب اتش بي وطابعة كانون كاميرا الترا اتش دي، واللابتوب لينوفو وطابعة الليزر اتش بي. وضح لي مصروف الإهلاك لكل أصل مع صافي الربح والخسارة لكل أصل لقائمة الدخل بعد ما صفيناها على الأصول الثابتة. نفس الشيء عندنا في الميزانية العمومية، عندنا إمكانية للتحليل المتقدم بحيث إنه يظهر لي الأصول الثابتة. طبعا عندنا هنا الأصول الثابتة راح تتأثر في مصروف الإهلاك ومجمع، عفوا، مجمع الإهلاك وغيره. راح نشوف هنا نوع التصفية الأصول الثابتة، أنا راح أصفي على فقط لابتوب اتش بي. فنلاحظ عندنا هنا تأثرت عندي عقارات وآلات ومعدات، تحت المعدات عندنا بقيمة 25,000، مجمع الاستهلاك بقيمة 3614، في حقوق الملكية عندنا هنا كأرصدة افتتاحية بقيمة 7,080 ريال. عندنا إمكانية لفحص هذا المبلغ أو عمل مقارنة بين أصول نفس ما سويناها في قائمة الدخل. راح نروح للأصول الثابتة ونختار عدة أصول، ولو نلاحظ عندنا هنا المقارنة بين الأصول على بالنسبة للابتوب اتش بي وديل والطابعات واللابتوب، ويوضح لنا كل واحد من الأصول وتأثيره على حساب المعدات أو الأجهزة المكتبية والطابعات، وأيضا بالنسبة لمجمع استهلاك المعدات والأجهزة المكتبية والطابعات، وأخيرا إذا كان فيها أرصدة افتتاحية أو لا. لو نلاحظ عندنا هنا طابعة الكانون تم شرائها فما تأثرت في الأرصدة الافتتاحية، وعندنا طبعا إمكانية لتصدير التقرير إكسل أو PDF. في ميزان المراجعة لو ضغطنا على إظهار الحسابات التفصيلية للعملاء والموردين والموظفين والأصول الثابتة راح تظهر معانا الحسابات لجميع الأصول وجميع إهلاكات الأصول. فنلاحظ عندنا هنا تحت الأصول الغير متداولة صار عندنا الأراضي والمعدات والأجهزة المكتبية والطابعات بتفاصيلها، وأيضا عندنا هنا اللي هو مجمع الاستهلاك، فظهر عندنا هنا مجمع الاستهلاك بجميع تفاصيل الأصول، وأخيرا في المصاريف راح يظهر عندنا في مصاريف الإهلاك مع إمكانية تصدير هذا التقرير إكسل أو PDF. أخيرا في دفتر القيود لو نزلنا وبحثنا في التفاصيل راح يظهر عندنا الإهلاك المسجل. فنلاحظ عندنا هنا إهلاك مسجل، عندنا إمكانية لطباعة هذا الإهلاك فقط بجميع المصروف وجميع الإهلاكات المرتبطة معه. أيضا عندنا إمكانية لتصدير التقرير كامل إكسل أو PDF، أو زي ما قلنا إنه نطبع فقط الجزئية الخاصة بالإهلاكات. وبكذا نكون انتهينا من دورة الأصول الثابتة. لو في أي سؤال في خانة الـ Q&A أسعد بالإجابة عليها.